السلام عليكم، أنا أحمد من مدينة قنيطرة، 27 سنة، لأن نادي في مقهى. تعرضت للاعتداء يوم العيد الأضحى في قنيطرة بمنطقة ديال حي الوحدة، قريب الحي الوحدة. كنت تعشيش عند دار جدي ليلة عيد الأضحى، وخرج بالليل غادي نتوجه لدارنا، حتى كنت فاجأ بثلاثة الأشخاص يعني خرجوا لي بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، تعدوا علي بأبشع طريقة كيف ما كتشوفوا، ضربوني الوجه ديالي والرأس، وقطعوا لي جوج أصبع، ويد ديالي مشاو لي مشات لي جوج عصبات، ويدي مابقيتش نقدر نحركها كما كتشوفوا. وهاد الناس هادو اللي تعدوا عليا كانوا داروا ما في جهدهم باش يقتلوني، وانا كنتمنى من السلطات والناس المسؤوله انها تاخذ لي حقي بعين الاعتبار، لانهم حرموني من الحريه ديالي وحرموني من المجتمع مره اخرى، لان حتى شي واحد اللي شاف هاد الحاله اللي في وجهي والتشويه ما غاديش يعاود يخدمني ولا نعاود ندخل الاماكن محترمه كيف ما كنت من قبل. كنعيش حياتي يعني، وخدام خدمه زوينه، وكنخدم على ثلاثه الاخوان وام، والان دابا انا مابقيتش نقدر نخرج، نفسيتي دمرات، وما بقيتش كنقدر تنطل تم الشرجم، حيت حياتي صافي كنشوف وجهي ان تبدل، وان حياتي تبدلات بزاف. كنتمنى من شي دكتور او ناس محسنين انهم يعاونوني او يتقدموا بعين الاعتبار وشفقة وانسانية، شوفوا من حالشي، لانني انسان فقير وتنعيش في حي شعبي وما عنديش اللي يعاونني من غير الله سبحانه وتعالى. انا تعرضت للاعتداء بجميع انواع الضرب، يعني كانوا كيضربوا بطريقه وحشيه وطريقه يعني عشوائيه، فيما جاتك الضربه غادي كيقولوا غيموت. تضربت عبر الراس، وكانت غتمشي ليا عيني كيف ما كتشوفوا، الحاجب ديال عيني طاح، ما بقيتش كنشوف بهاد العين مزيان. واما بالنسبه للراس راه عندي اكثر من 50 غرزه، وكانت في العنق عندي ضربه بجنويه واقفه لانه كان باغي يقسم لي راسي، وكان طيح وتنوض وتعاودوا يشدوني وتضربوني. وفاش اخر لحظه صافي فقدت الوعي، خداو لي الممتلكات ديالي، هاتف نقال وبعد مبلغ من المال. وهادشي كامل انا كنقول نتمنى من الناس اللي كيشوفوا هاد الحاله هادي يتضامنوا معايا وبارطاجي ويعاونونا غير بالدعوات ديالهم الشفاء. ونتمنى من السلطه انها تشدد الامن في مدينه قنيطره، لانها مدينه قنيطره كتعرض بزاف ديال الحالات ديال الكريساج، وما كاينش اللي يهضر عليهم كيف ما تنقول، لان هاد الشعب شعب ضعفاء، وما كاينش ومساكين، ما كاينش اللي غادي يوقف جنبه او يكون سند ليه. وكنت نوجه رساله لمحمد السادس انه يوجه نداء للناس المسؤولين باش يوقفوا وقفه رجل واحد لحمايه المواطن ديالو، لان المواطن كيعيش رعب وخوف دابا حاليا، ما بقاوش كيقدروا الناس يخرجوا بالليل حتى المحلات التجاريه باش ياخذوا اشياء خاصه، لانه ولو الناس يخافوا انه يتعرض لهم شي واحد او يتعرض للكريساج كيف ما وقع ليا. قنيطره كتعيش رعب من هاد الحالات هذه، لحقاش اغلبيه ديال الشباب ما خدامينش ولاو تيتعاطاو هاد المرحله هذه ديال الكريساج، ولو تيخرجوا للاجرام وتيفضلوا انهم يسرقوا
هواتف او اشياء بحال هكا من الممتلكات ويعيشوا بها حياتهم ويدمروا حياه واحد اخر. واخا احمد انت هاد الناس هادو ما قاومتي وما دابستينا وما والو، احكي لنا كيفاش وقفوا عليك حتى سالات حتى سالوا منك. كيف ما كتشوفوا انا كنت غادي عادي انسان عادي متوجه للبيت ديالنا، حتى كنتفاجئ بواحد خرج لي عادي ما هز والو حيد لي كيبيه ديالي. قلت له خويا مالك؟ قال لي مالك نتايا؟ ويجبد جنوي ويضربني للوجه، ضربني لهاد الضربه هادي. هنا ما بقيتش كنشوف حنيت راسي، بقيت كان مع الدم، بقيت كنشوف لتحت تنحس بالضرب تيجيني من الفوق، تضربت على راسي من اللور كيف ما كتشوفوا وطحت للارض، بقيت كنكالي غير بيديا حتى فقدت الوعي. يعني انت ما كتعرفهم، ما عندك معهم حساب، ما عندك معهم معرفه، ما والو؟ لا جامي، ما عمرني كانت عندي عداوه مع اي شخص، وانا يا كنخدم نادل وانسان عادي بسيط وما عندي حتى شي عداوه مع شي واحد، وانا انسان ما عادي كنبغي الخير لاي واحد. وكان اصلا هاد الناس ما كتعرفهم؟ لا ما كنعرفهمش، معرفه عن بعد، لانني انا كنسكن في منطقة ديال الساكنية وحي النسمة، وهما شي بعدوا عنا بعد الكيلومترات، يعني قريب لدار جدة. هاد الناس كنشوفهم انا قريب لدار جدة، ولكن ما عنديش معاهم شي صلة او تواصل او علاقة. واخا كنشوفوا الواقعة ديالك احمد وقعت في الشهر او في العيد الكبير، يوم العيد الكبير. يعني من تما لدابا ما يفوق الشهر، ما كاينش تفاعل، وشفناك يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف، ما تفاعل معك حد، ما تصل بك حتى شي جهه مسؤوله، شي دكتور، شي. انا الحاله ديالي دابا كتفوق شهر، وشفت بزاف ديال الحالات انهم تعرضوا لنفس المشكل من مجرمين، وتفاعلوا معاهم الدكاتره، وتفاعل معاهم الدكتور تازي الله يجازيه بخير، وانا كنشكره لانه كيعمل عمل الخير. ولكن لحد الان انا الحاله ديالي كتفوق شهر ومازال ما تفاعل معايا حتى شي واحد. الحمد لله انا دابا لحد الان تنتعالج عند الدكتور نفسي، لانني ما بقيتش قادر نخرج وما بقيتش قادر نتواصل مع المجتمع بصفه عامه، لانني كل ما كنتفكر هذيك الحاله اللي وقعت ليا، يعني كندخل في حاله هستيريا رعب، يعني ما كنت تخلع بزاف صافي، ما بقيتش قادر نقاوم الواقع كما كتعرفوا، وكنولي يعني معصب بزاف، يعني حيت مازال ما خديتش حقي. الا كنت غنواجه المجتمع بهذا الوجه، انا محال واش نتقبل ردة الفعل ديال المجتمع، لانني كنت انسان عادي بسيط ضحوكي عادي اجتماعي مع كل شيء من قبل ما نتضرب. اما دابا وليت انسان منعزل، ما تنقدرش نتواصل مع الناس بزاف، كنحاول نتهرب من المواضيع، وتنتهرب حتى من الاجتماعات ديال الاصدقاء. كنتمنى من الدكاتره اللي كيفهموا في التجميل انهم يوقفوا معايا ويعاونوني، لانني انسان فقير وتعرضت لهذه الحاله، وما عمرني كنت كنتوقع انني غادي نوصل لهذه الحاله هذه، وغيتشوه لي وجهي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، لانني انسان بسيط وخدام على ثلاثه الخوت وام. ونتمنى من المغاربه كاملين يتضامنوا معايا حتى نلقى راحتي ونرجع لأحمد اللي كان من قبل، ونتمنى من الله تستجب دعواتي، ولكاع المغاربة الله يخليهم لوليداتهم ويحفظهم كاملين من طنجة حتى للقويرة. ورسالة أخرى، نتمنى من المغاربة أنهم ما يحاولوا ما يبقاوش يتعطلوا بزاف بالليل، لأنه الليل خايب وكيجمع غير المجرمين. ونتمنى من الدكاتره يديروني بحال ولادهم، وكيف ما كيشوفوا ولادهم يشوفوا فيا حتى انايا، لان ام ديالي حتى هي تتقطع
ملي كتشوف فوجي ان ولدها ضاع وما بقاش عنده مستقبل وما بقاش غادي يخرج مره اخرى للواقع والمجتمع. نتمنى انهم تاهما يحسبوني بحال ولدهم ويوقفوا معايا وقفه ديال كرجل واحد وكولدهم وابن ديال مدينتهم او ابن مغربي، وحنا كاملين خوت في الانسانيه. ويا ربي تحفظ ولاد المغاربه كاملين، والله يحفظ جميع المسلمين.